هاي بهيدا الفيديو رح نتعلم كيف نعمل نوعين الانيميشنز. اول نوع هو مثل ما شايفين قدامكم، لما بدي احط صورة بالنص وخلي اشياء تانية تبرم حواليها او صور تبرم بباث معينة، وهيدا تاني نوع كيف خلي هيدا البنت تبين كأنه عم بتفوت على الهوسبيتال هي وعم يصغر حجمها. اكيد بناخد نيو فايل، تقدر انا اعمل باك جراوند اسود، بحط فورمات باك جراوند، بنقي سوليد فيل كولرز وبروح على البلاك. صور انا جايبتهم اوريدي من جوجل، فيكن يا تجيبوه من جوجل يا تعملوا انسرت اونلاين بيكتشرز وتنقوا الصوره يلي بدكن اياها. رح بلش باول صوره يلي انا كنت حطتها عندي بالنص، بس ما بدي يطلع مع الباك جراوند، فبروح على فورمات ريموف باك جراوند وبوسع شوي لحتى بس الباك جراوند يروح والبنت تبقى، فبيطلع لي هيدا الشكل. اكيد بقدر اعمل كراب لشيل كل السبيس اللي انا ماني عايزته، كبرها شوي بحطها بالسنتر، برجع باخد الصور البقوي يلي انا بديهن يبرموا حوالي البنت، سيلكشن كوبي بيست، بصغر وبكبر عقد ما انا بدي، اكيد ما بديهن جروب واحد. اوكي بحط كل وحده بمحل. وهلا اللي بعمله بدي اعملهم الانيميشن، سو بكبس على كل وحده لحال، بحط انيميشنز، بروح لتحت على مور موشن باث وبنقي الشيب سيركل، او اذا رحت على مور موشن باث سيركل حط له اوكي. انا بدي هذا السيركل يبرم حوالي البنت، فبدي اكبر السيركل فتصير البنت بالنص. اوكي السيركل اللي هون انا ماني عايزته بقدر شيله، بقدر روح كمان على animation pane effect options، حط له smooth start كمان على ال end، صغرها to 0 seconds timing، بقدر حطها سريعة او بطيئة، انا بقرر رح حطها slow 3 seconds. اوكي ملاحظين هو السلو عنده منه كتير بطيء، فيني بطيء اكتر وفيني سرع. اكيد بروح للتانية بعمل ذات الشي motion pass circle. اوكي بقدر كبر اللي مطلوب نعمله هو انه نبعدهم شوي عن بعضهم السيركلز لحتى ما يطلعوا الصور هن وعم بيبرموا يجوا فوق بعضهم، لحتى يجوا حط بعضهم. حتى فينا هيدا نزلها شوي، غير بالدايركشنز، بتغيروا فيها مثل ما انتم بدكم، مثل ما حابين انه هيدا الانيميشن تطلع. اوكي وما تنسوا انه تحطوا لتاني صورة with previous لحتى تقدر تبلش معها. وهلأ بشوف كيف طالعة. اوكي برا محط بعضهم بتقريبا ذات السيركلز. هيدا كانت لأول انيميشن كيف معقول نعملها. اما لتاني نوع انيميشنز ففي فيديو مفصل بفرجيكم كيف فينا نعمل انيميتد فيديو كامل بس بباوربوينت. انا رح فرجيكم على السريع شي كتير صغير اكزامبل عن الشي اللي فينا نعمله، فينا نخبر قصة بانيميشن باوربوينت. اكيد نحنا مننقي كيف منعملها، واذا بدي انه كل شي حوالي هيدي البنت يتغير مع عدا الطريق والبنت تضلها بذات البوزيشن، بعمل سلايد تاني فيه بس هيدا الطريق وهيدا البنت بذات المحل مثل ما عملت هون، وبترانزيشن خليت هيدا الإفكت يكون مبين، ورجعت بتاني سلايد حطيت هود الالمنتس. هلا بنشوف كيف، طريقة كتير هينة اكيد، ورجعت حطيت هيدا البنت يلي عم بتفوت على قلب الهوسبيتال. كيف عملتن؟ طريقة كتير بسيطة. اولا انا بحاجة حط باك جراوند، بتنقوا الباك جراوند اللي بدكن اياه، انا رح حط بفورمات باك جراوند ديجا منقية الصورة اوريدي عندي اياها على الديسكتوب، سو رح حط بيكتشر وبحط هون فايل، بجيب الفايل من الديسكتوب هول الصور يلي انا عم بستعملهم، وهيدا الفايل هيدي الصورة صارت بالباك جراوند، منا ايمج ما بتتحرك.
بيرجع هول الالمنتس كلهم، هول الصور انا جبتهم من انسرت اونلاين بيكتشرز. هلا انا مطفيه الواي فاي، بس لما تكون مدورين الواي فاي بتقدروا تجيبوا الصور يلي بدكم اياها، بتحطوا سيرش عادي كانه جوجل ليدي ان بلاك هوسبيتال اللي بدكم اياه، فيكم تحطون كليب ارتس ليطلع لكم اياه هون بشكل انيميتد. باخذ هذا الهوسبيتال، واكيد فينا نحط جي اي اف كمان، حطه بالمحل اللي انا بدي اياه. باخذ هذا الطريق، هيدا الطريق بقدر قصة من صورة تانية كمان إذا ما لقيتها، حطها بمحلها. كمان باخد المرة اللي قاعدة عليها وبحطها هون، وبجيب الأمبولانس وبتزبطوا الأحجام مثل ما أنتوا بدكم بالطريقة اللي أنتوا بدكم إياها. أوكي، أنا حطيت بهيدي الطريقة ليكون جاي على قد الطريق، فينا زغره شوية ما يطلع برات الفريم. وهيك بيكون صار عندي هذا السلايد. هلا بدي هيدي المره انه تفل وتجي محلها المره السوداء. رح جيب فاذا المره السوداء يلي هون، كوبي بيست، حطها على الطريق كانه هيدي المره وقفت وراحت، بس تما اعلق بالشكل ذاته فضلت اعملها سوداء. بحط لها لهيدي ديزابير بالانيميشن، اوكي تختفي، وبدي بذات الوقت هيدا انه تبين، بحط لها appear with previous وبتأكد انه when I click هي بتختفي وهيدا دغري بتبين. هلا بدي اياها تمشي صوب باب الهوسبيتال، شو بعمل؟ رح زيح هيدا شوي بس لاقدر اشتغل بوضوح. رح اعمل copy paste لهيدا. انتو بتعرفوا انه الشخص هو عم بيمشي على الطريق بيصغر حجمه لانه عم بيبعد عنه. رح اعمل 3 copies من هيدا المرة، هيدا أول copy، هيدا الثاني، ورح أرجع أعمل وحدة ثالثة صغيرة على باب الهوسبيتال، أكيد بصغرهم تدريجيا. وبدي إياها هيدا المرة تمشي، بدي إياها تمشي من هون لهون. So بحط add animation بالموشن path كمان، بحط اللاين رح حطه diagonal upright. أوكي، ومثل ما شفتوا رح تمشي من الأخضر للأحمر، الأحمر ما بدي يكون هالقد بعيد، بدي يكون عند هيدا المرة التانية، فبحطها بهيدا المحل، هنا أقرب شوي بهيدا الطريقة، وبحط after previous يعني من بعد ما تبين هيدا المرة أنا بدي إياها تمشي. كمان مرة رح حط add animation لأنه بدي إياها ترجع تختفي، exit effects، وبحط لها disappear يلي هي هون ضيعناها. اوكي، كمان بحط لها after previous يعني من بعد ما تمشي بدي اياها تختفي. وهلا بعمل كليكينج على الصغيره يلي حطيتها وبحط لها appear وبحط لها with previous. لكن صار عندي هيدا الانيميشن، مفروض ارجع اقرب هيدا لمحلها، full screen and click. هلا بعد بدي اياها تقرب لحتى توصل على باب الهوسبيتال. كمان بعد مره رح جيب هيدا تما اعلق، لانه اذا عملت كوبي بيست بتنقل الانيميشن ذاتها تما ياثر عندي على الانيميشن. رح جيب وحده صغيره كتير صغرها، رح زيح هيدا شوي تقدر حط هيدا على باب الهوسبيتال اكزاكتلي، حتى الطريق بقدر شوي زيحها كمان لحتى تسائب، او بقدر زيح الهوسبيتال حتى يسائب الباب على نص الطريق. اوكي، رح صغرها بشكل انه تطلع هي اصغر من الباب تتبين كأنها عم بتفوت بالباب. وانا كان عندي هذا الشخص هون، فرح حط add animation، بعمل clicking اكيد على المرة بالنص، add animation motion path، ورح اعمل له line straight line up. اوكي، سو هيدا الستريت لاين طلع هون، بقدر اقربها شوي بس تعرف من وين بدي بلش اكزاكتلي وخليها. انا ما بديها تطلع هالقد، سو بقصر اللاين لحتى توصل بس على الباب.
هلا ما بقدر اكون اكيدة انه الانيميشن ظابطة 100%، رح صغير شوي هالمرة كمان غير ما اعملها فول سكرين وشوفها. رح الوقت شوي صغيرة اوكي، وبرجع بعمل اد انيميشن بعد مرة. قبل كل شيء بدي احط على هالانيميشن after previous، يعني من بعد ما تبين المرة بدها تمشي، وارجع اعمل add animation هالمرة exit effect، خليها كمان تختفي هيدا المرة اللي بالنص اوكي، وبحط له after previous. وما تنسوا انه هيدا المرة اللي هون ما لازم تكون مبينة من الاول، بدي احط له appear هالمرة with previous، يعني وقتها تختفي هيدا المرة اللي بالنص بدها تبين المرة الصغيرة يلي فاتح على الهوسبيتال على الباب. اوكي بعتقد زحت اللي جوا، برجع بردها لمحل مكاني بشكل اكيد ما تكون طايرة عن الطريق. هولي بدكم تجربوهم كذا مرة لحتى يزبطوا معكم، اكيد لما تعملوا فول سكرين ببين معكم اذا ظابطة او لا. اوكي اللي بعد ناقصنا هي اللي بالنص، اني ظبط لها وضعها شوي. سو هولي بتجربون لحتى يكون عندكم الانيميشن يلي انتم بدكم اياها. فور مور انيميشن افكتس رح ابعت لكم لينكس، رح يكونوا موجودين بالديسكربشن، فيكم تفوتوا عليهم وتشوفون وتحضرون تتعلموا منهم. انجوي ات واعملوا لنا برزنتيشن حلوه.